شايف بعيني جمرة تتبلسك سنو حرقها بشفيك. ورحمة الله وبركاته. كنتواجدوا اليوم في مركز دار الثقافة مشرب القصيري. محتوى الحفل إن شاء الله كان هو يعني كنقدموا واحد الحلة جديدة اللي فيها تشكيلة جديدة كتجمع ما بين الأستاذة تريتور نادية اللي مختصة في الطبخ، وما بين عندنا يعني شخص اللي كيمثل الاستقبال الملكية، وحنا كنمثلوا جميع الملابس التقليديه، وكنمثلوا ديكوراسيون ديال جميع المناسبات، وكنمثلوا ان شاء الله هادشي ديال التنقاف يعني اللي متعلق بال يعني موديلات ديال الملابس، زائد يعني برزات اللي هما متميزين، زائد يعني الخدمات ديال التزيين ديالهم ان شاء الله. حنا دائما الجديد، يعني من هنا شهر تقدر تلقى موديلات ان شاء الله جديده، يعني دائما التجديد ودائما الجديد، يعني دائما على التجديد رغم المدينه والضعف الاقتصادي ديالها. يعني حنا كنحاولوا يعني دائما نخلقوا الحدث ونخلقوا الجديد، ودائما في الجديد ان شاء الله، لا من ناحيه الديكوراسيون ديال جميع المناسبات وجميع الاحتفاليات، وما بين الالبسه يعني لا من جهه الرجال يعني كوستيمات وجبادورات، ولا الالبسه يعني ديال مثلا القفاطان تكاشاط تجلاب. وبالنسبه للتنقاف عاوتاني يعني دائما الجديد في البرزات في العماريه في الالبسه ديال العروسه، يعني دائما الجديد ودائما التميز ان شاء الله. السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا في مشرع بول القصيري في مركز دار الثقافه. اليوم كان حفل وكان افتتاح مميز، وكان واحد العرض ديال تريتور التونسي فيه جميع المجالات، فيه ديكوراسيون، فيه تزيين العرائس، فيه التنقاف، فيه استقبال، فيه جلسة ديال أتاي، فيه عرض أزياء، فيه التنقاف، فيه بنات هزة تبارك الله عليهم وما شاء الله عليهم. وحنا كنديروا واحد العمل اللي كنخليو الكليان ما يقلبش على شي حاجة أخرى، كلشي كيتواجد عندنا من أ حتى لزاد. كاينه بالنسبه للتريتور ديال الماكله كنتكلفوا بها مائده كامله، وبالنسبه للتزيين ديال العرس بالنسبه لكل شيء. وهادشي اللي كنتمناو التوفيق، وهذا العام مميز ديال 2023، والسيد التوناتي دائما كيسعى يدير الجديد وكيسعى باش يعطيه المزيد، وكنتمناو له التوفيق والنجاح الدائم. السلام عليكم. نقدم لكم راسي لرئاسه الفرقه عيساوة. اليوم جيت نشارك الحفل ديال الاخ والصديق التوناتي ولاله ناديه معروفه بالاطباق ديالها الشهيه. مرحبا بالجميع، وهادشي اللي داروه راه في المستوى زوين وهز بالبلاد. القفطان كشي معتبر زوين. مرحبا بالجميع، كنتمنى لكم مسيره موفقه في المسار ديالكم كامل ان شاء الله. بالنسبه للفرقه ديالنا كتميز جميع لي فولكلور الحمد لله في المغرب، معروف المغرب الثقافه ديالنا، نخدموا التراث المغربي بالنسبه للغرب، بالنسبه للشمال نخدموا بولا عيساوة دقه مراكشيه، جميع لي فولكلور كاملين كتواجد عندنا بالايكيب ديالنا، كنحاولوا نرضيو جميع المملكه المغربيه كلشي.